اعتزالي المبكر جعلني أسعى بقوة لتحقيق ما فاتني في الملعب ومع اللاعبين الذين أدربهم. جملة عظيمة لا تخرج إلا من أفواه العظماء، تحمل في طياتها معاني التحدي والمثابرة والاجتهاد في العمل. كل هذه الصفات تميز بها الأسطورة الكابتن محمود الجوهري. محمود الجوهري أسطورة التدريب في الكرة المصرية بشهادة كثيرين ممن تدربوا تحت يديه. تمتع الجوهري بخلفية عسكرية مما أضفى على شخصيته شيئا من الحدة والصرامة والانضباط. كان الجوهري أحد الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، فقد كان ضابطا في سلاح الإشارة المصري، وتقاعد من الخدمة العسكرية برتبة عميد. بدأ محمود الجوهري مسيرته كلاعب بالنادي الأهلي وهو في 17 من عمره، فاز مع النادي الأهلي بالعديد من البطولات، منها الدوري المصري وكأس مصر وكأس الجمهورية العربية المتحدة. أما مع المنتخب المصري فقد شارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 1957 و 1959، وكان الأكثر تهديفاً في بطولة عام 1959. كان أمام الجوهري فرصة عظيمة ليزداد توهجاً، ولكن الإصابة المبكرة منعته من الاستمرار في الملاعب، لكنها لم تمنعه من نقل خبراته إلى جيل جديد من اللاعبين ليحققوا ما عجز هو عن تحقيقه. بدأ الجوهري مسيرته التدريبية داخل جدران النادي الأهلي، وفاز تحت قيادته بلقبه الأول في دوري أبطال إفريقيا عام 1982، كما تمكن من الوصول إلى نهائي البطولة ذاتها عام 1983. مرت الأعوام وتولى الجوهري مسؤولية تدريب القطب الآخر للكرة المصرية والغريم التقليدي للنادي الأهلي. فاز الزمالك تحت قيادة الجنرال بكأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993، وتابع الزمالك تألقه بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي مستهل عام 1994 على حساب النادي الأهلي. وعند الحديث عن مشوار الجوهري مع المنتخب المصري فقد سطر الجوهري اسمه بحروف من نور، واعتبره البعض أفضل من تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني. في عام 1988 واجه الجوهري تحديا جديدا بتولي تدريب المنتخب المصري، ونجح الجوهري أن يتأهل به إلى نهائيات كأس العالم عام 1990 التي أقيمت بإيطاليا بعد غياب 56 عاما. يصفر سوريانو ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء وجول جول 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 جول، هدف التعادل للمصريين، هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40، في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. كلل الله مجهودات المصريين في النجاح بهدف التعادل في الدقيقة 38. استمر الجوهري في تدريب المنتخب الوطني إلى أن جاء موعد معركة لا تقل ضراوة عن حرب أكتوبر، بطولة أمم إفريقيا عام 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو، وتوج بها المنتخب المصري بعد غياب 12 عاما بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين. في افتكاك الكرة ومحافظة على الكرة من المنتخب المصري أحمد حسن حليم، أحمد حسن حسام حسن الزوالين وكما تصوير أحمد حسن في الدقيقة الثالثة من المباراة يتمكن من. وعلى المستوى العربي تولى الجوهري مسؤولية تدريب المنتخب الأردني الشقيق، ولم تتوقف مهمته عند التدريب فقط، بل حمل على عاتقه مسؤولية تطوير الكرة الأردنية بالكامل،
وقد أتت مهمته وثمارها بنجاحه في التأهل إلى كأس الأمم الآسيوية عام 2004 لأول مرة، والتي أقيمت في الصين. وقد منحه الملك عبد الله الثاني وسام الحسين، والذي يقدم للمتميزين في أغلب المجالات. عاد الجوهري مجدداً إلى عمان عام 2009، واستمر في مهمته حتى وافته المنية عام 2012. رحم الله الجنرال محمود الجوهري.